كلش بشعة هاي الشقة، ما عجبتني أبداً. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا بنت الحلال هذه رابع شقة وانت تشوفينها ولا عجبت شيء. اسمح لي أفهمك شنو أريد بالضبط، خلينا نروح للمكتب ونقعد هناك نتفاهم. قبل ما نروح للمكتب، أنا عندي مطعم مفضلاً عندي بالحيل. نروح نفطر فيه وبعدين نروح للمكتب. تشتين مقلقل يا قلبي؟ No, thank you. اذنب قلقلة ضروسك، اذنب، اذنب. قولي يا عمري، ايش بيك انت؟ قولي وجه. ما اريد ما اشتهي، من جوعانه. يمكن انها تبي شكشوكة عدني. يا معلم. لا 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 ما اريد ما اشتهي ما اشتهي. وليش بتضايقة؟ يعني بصراحة كلش هواية متلبكة، ما دا اعرف حتى احكي. ايش اللي لبكك؟ الرياض كلها هنانة. صراحة أني حابة أفتح مشروع، بس لازم وياي شريك سعودي، وللأسف لهسه لا لقيت الشريك السعودي ولا شقة. وش بيت انتي؟ موضوع تعتبريه انتي، عندي أنا. خلاص يا معلم، هات اثنين حليب بشاهي سكر زيادة، هذا لا تجيب له. والله هو مستحيل هو. اوه يا عمي هو عامر. عامر عامر، ها وش عندك؟ تعال الحق ابوك واصل ترند. اما عاد هذا اللي ناقص ابوي يطلع ترند. ابوك خاطب واحدة اسمها آية سنابية مشهورة ومتصور معها. ابوك طلع زاحف. اوف اوف اوف، حسبي الله ونعم الوكيل، بعد كل هالسنين بيتزوج علي. يا ربي ما ادري وش اقول لك صراحة، بس انتي السبب، انتي السبب. انا كم مرة قلت لك اخوي مزيون ويخقون عليه البنات، ها شوفي ذي خطفته منت، وهي بعد مزيونة ما شاء الله عليها، انا تابعها بالسناب، وش ذا اللبس وش ذا الجسم وش ذا الشعر، تهبل خلتها زين. تكفين عاد، ابي اصور معي، ابي اقهر البنات. خلاص يا ماما، انت ايش فيك تركز اشتينا يا ويلي؟ هذه مو مصدقه انه آية وافقت على ابوك. ايوه وش فيه ابوي؟ تحمد ربها آية ان اخذتها. بعدين على كلمه كذي، اذا جت آية بتسلم معها شخصيه وتقهوين انت وياها وتصورين معها وتنشر لك بعد. صدق تنشر لي؟ ايه انت بس، غيرك لا. آية آية يبا، ما لقيت بالدنيا ذي كلها الا آية. وانت وش دخلك؟ شلون وش دخلني يبا؟ انت ابوي وتهمني مصلحتك، بعدين العالم كله قاعد طقطق علينا، انت طالع ترند في تويتر. ايش طالع؟ يا يبا يا يبا اسمعني، انت ترند بتويتر، الناس كلها طقطق علينا. تكفى يبا تكفى، فكر في الموضوع. انا فكرت وقررت. كفو، وش قررت؟ اني اخذ غرفك انا وحبيبتي آية. غرفتي انا؟ اي نعم. وانا وين انام؟ تنام بالشارع، تنام فوق الخزان، تطلع من البيت، كلها واحد. ها حزنت؟ اي يا ابن الحلال، اقول لك الموضوع ساير ترند في كل مكان، يسولفون عنه. ابو عامر متزوج السنابية المشهورة آية. معقول يا اخوان؟ دحين ابو عامر الكبير في السن المنتهي ده متزوج الصاروخ النجفة دي؟ ما انت مصدق؟ افتح سنابها شوف، افتح تعال اوريك. شوف حتى هي مصورتها بسنابها. شوف يا لطيف يا لطيف، اجعله خفيف. طب هذه ما عندها اخت اتزوجها؟ خطير انت يا عزوز، تبغى تصير عم عامر عشان يحترمك. انت ما فكرت؟ شوف ها سواها اللي ما يستحي. تستاهلين يا ما حذرتك، ما تسمعي الكلام يا حبيبتي. انا مالي قاعد بهالبيت، ما
وين بتروحين يا حظي؟ ناسي انك انت اصلا مقطوعه مشجره ومالت احد، بتروحين شقه السله في الشانزليزيه ولا اللي في كان؟ الله، كنه القريه العالميه. يا اخي وين هذاك اللي سبب الايس كريم؟ تعرفينه؟ يا اخي يمكن وين؟ ياسين العروس زينه؟ زين ان اخوي تزوج واحده حلوه نحسن الانتاج. تصوير وشكلك مخرب الحفلة. أنا شكلي مخرب الحفلة؟ إيه مخرب أم الحفلة. أجل تعال معي، تعال معي. كل واحد يروح بيته هلا، وانت حط الثوب البني في الملحق. يلا مشينا. جو جو جو. مبروك مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. تفضل يلا حييس. ابو عامر. هد وعليك ابو عامر، شو تريدين انتي؟ من هذول؟ عرفني عليهم. تركيش منهم، تعالي حبيبتي. انا اعرفك، هذه امي. اقول لك كذب، قله ادب. حلوة ها خلطي آية تخلخلت عظامك تهبل 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 يما مباق رجلي دادا مباق رجلي هارد لك يما هذا الحلو كاتلني عمه بتوجد أحبه ورد كلمة وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي روحي كلها يما يا عمة يا عمة اروح فدوى لهالصوت خير شبي لا بس معك خدمة الغرف اذا تحتاج خدمة ولاش شف طلب جاي من مطعم الاسماك استلمها منه وهاته طيب والفلوس؟ ايه الفلوس ما شاء الله صوته حلو مو بشغلك خذ هذه 500 حاسبه ورجع الباقي ابشر ابشر اتحداك الاحمر البطل اقول لك انزل للحين تهجسين يا حظي قومي سلمي عليها مثل ما تسلمنا عليها علشان تعرفت ماني بمسلمه عليها ولا ابي اشوفها حتى يا بنت الحلال تعوذي من ابليس وروحي سلمي عليها او هاتي تساتي هاتي تجي تسلمين عليها شدي على يدينها ابيك توجهين لها رساله رساله حقد وكراهيه وان تناويتها على نيه قشره ابيها تبلع العافيه فهمتي ماني بمسلم عليها خلاص اوف غبيه طول عمرك غبيه من خبات اخوي وانتي غبيه ما تفهمين خلت خلص مثل ما انتي لين يعرس على الثالثة والرابعة ويطلق سنتي هلا متابعين نوف شلونكم أخباركم نوف حبيبتي وصديقتي وأموت عليها أنا هذه خالتي شنو هو خالتي؟ خالتي يعني زوجة أبوي وخالتها هم دي ربد دي ربد دي ربد توكلي جاك قاتل المتعة
قاتل المتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا خلايا؟ زينة، أنت شلونك؟ أنا زين الحمد لله. شكو ماكو؟ لا والله ما سويت شيء، لكن اسمي أنا جاي بنصح نصيحة لوجه الله. شنو هي؟ أبوي أنت تزوجتيه وبتتوهقين فيه، أنا أقول سياه على بلاطة، أبوي طفران. طفران؟ إيه طفران، يعني ما عنده فلوس. أنا أنصحس أفقعي. أفقعي شنو؟ أنا أبوك أحبه أموت عليه. يا بنت الحلال الحب ما يوكل عيش. نصيحة، أزبني. أزبني شنو؟ إيش تقصد؟ الحين هذي شلون أفهمه؟ أنت يبي لس قاموس، قاموس جوجل مترجم. ولك انهزمي، أبويا ما عنده ولا فلس. أبوك عنده 10 مليون ريال. كذابة. شنو كذابة؟ أنا قايل لها عطني 2000 ريال جنوط الهلي ورفض. أنا أدبر لك ياها، أنت تدلل. أكيد. أكيد. يعني الحين أنهزم ولا أجلس؟ لا أقعد.